إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 261 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد تلك الآيات التي تحدثت عن إحياء الموتى وعن معالم ترسيخ الإيمان في النفوس، في معرض الحديث عن تأييد الله تبارك وتعالى للذين آمنوا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن الذين كفروا بخلاف ذلك فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومناسبتها مع ما سبقها أن الآيات التي تقدمت كما قلنا لها علاقة متينة بالإيمان، فإن تلكم الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته عز وجل على إحياء الموتى لها صلة بالإيمان باليوم الآخر، بل لها صلة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ذلك لأنها دالة على أنه هو سبحانه وتعالى يحيي الموتى دون غيره، وأنه هو الذي يصرف هذا الوجود كما يشاء، وأنه هو الذي سن سننه وأوجد نواميسه، وعندما يريد تبديل هذه السنن وتغيير هذه النواميس فإن ذلك أمر هين عليه سبحانه. والإيمان من المعلوم أنه ليس أمرا وجدانيا فحسب، بحيث يعيش في عالم الأفكار دون أن يخرج أثره إلى الوجود، وإنما الإيمان عقيدة في النفس لها أثر في كل تصرفات المؤمن سلبا وإيجابا، فما من عمل يعمله المؤمن فيما يتعلق ب أداء الواجبات أو المسارعة إلى المأمورات إلا وهو نابع من إيمانه، وما من شيء يتركه المؤمن خوفاً من الوقوع في المحظورات إلا ولذلك صلة بإيمانه. فالإيمان إذن لابد من أن يصدق، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس لن يتركوا هكذا مع ادعائهم الإيمان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة بمعنى الاختبار، وهذا الاختبار يتجلى فيما شرع الله سبحانه وتعالى من أمر ونهي،
فبقدر ما يمتثل الإنسان أمر الله سبحانه ويجتنب نهيه يكون مصدقاً لإيمانه. فلذلك جاء غبة تلكم الآيات التي تحدثت عن الإيمان، هذه الآية الكريمة التي فيها حظ ضمني على الإنفاق من خلال تحريض الناس عليه ببيان الأجور العظيمة التي يكتسبها المنفقون في سبيل الله، وهو مما لا يتنافى بحال من الأحوال مع كون هذه الآية الكريمة فيها بيان لإجمال الأضعاف الكثيرة التي ذكرت من قبل في قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومع كون هذه الآية أيضا فيها تقييد للإطلاق الذي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ففي هذه الآية الكريمة الأضعاف الكثيرة، الأضعاف التي ذكرت إجمالا في معرض الحظ على إقراض الله قرضا حسنا، جاءت هنا بشيء من البيان بأن هذه الأضعاف تصل إلى 700 ضعف من خلال هذا المثل الذي بيّنه سبحانه. والإطلاق الذي جاء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، حيث لم يقيد الإنفاق هناك بسبيل معين، جاء في هذه الآية الكريمة تقييده بأن يكون في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ذلك كما قلت لا يتنافى مع ما ذكرته أولا من أن هذه الآية مناسبتها مع ما سبقها أن في هذا الإنفاق تجسيداً لهذا الإيمان، فإن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات التي ظهرت في محاجة إبراهيم للذي حاجه في ربه، وفي قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام في سؤاله ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، ما ذكر في تلكم القصص الثلاث من الآيات البينات، كل من ذلك يحفز إلى الإيمان ومقتضى لرسوخ الإيمان في النفس. ولكن هذا الإيمان كما قلنا لا يبقى في عالم المثال من غير أن يتجسد في الواقع، فلا بد من أن يتجسد في الواقع، وتجسده في أن يكون تصرف الإنسان المؤمن تبعاً لمقتضى إيمانه. ومن المعلوم أن النفوس أشربت حب المال بسبب أن المال كما ذكرنا أكثر من مرة هو قوام الحال، فكان في إنفاق هذا المال في سبيل الله تجسيد لهذا الإيمان، لأنه ولا ريب فيه تحامل على هوى النفس وإصيان لنزعاتها، فإن النفس دائما تنزع منزع الطمع في المال والرغبة في الاستكثار منه، وقد جبلت النفوس إلا ما شاء الله
على حب الاستئثار لا على حب الإيثار، ونرى أمرا واضحا في هذه الآيات الكثيرة التي توالت بعد تلكم الآيات التي تحدثت عما ذكرناه، توالت في بيان الإنفاق كيف يكون وما هي الشروط التي يجب أن تصحبه حتى يكون حقا في سبيل الله، ولمن يكون هذا الإنفاق، وكيف تكون حالة المنفقين وحالة الآخرين، كيف تكون حالة المنفقين في سبيل الله وكيف تكون حالة الذين هم بخلاف ذلك إن أنفقوا منا وأذى ومن أجل رئاء الناس. نجد هذه الآيات التي جمعت هذه الأمور كلها توالت إثر ما ذكرناه من قبل، ثم تبعها بعد ذلك التحذير البالغ من الوقوع في الربا الذي حرمه الله وحذر منه، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى أيضا الأمثال فيه ودعا الناس إلى تجنبه والابتعاد عنه مع التحذير البالغ منه، وأنه يؤذن بحرب من الله ورسوله. ثم بعد ذلك ولي ذلك ما ولي من بعد بيان بعض المعاملات المباحة، وذلك في معرض بيان حكم الدين الذي أحله الله سبحانه وتعالى، ثم تبع ذلك تقرير أن ما في الكون بأسره إنما هو ملك الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قال بعد ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة الكريمة، وما في ذلك من ترسيخ مفاهيم العقيدة في النفس الإنسانية، وما ذلك إلا لأجل الإشعار أن هذه العقيدة عقيدة الإيمان الذي يرسخه ما ذكر من قبل من آيات الله تعالى البينات في الآيات التي سبقت. هذه العقيدة تقتضي أن المال إنما هو مال الله، وأن العبد مؤتمن فيه ومستخلف عليه، فعليه ألا يكتسبه إلا بحقه وألا يضعه إلا في حقه، فإن اكتسبه اكتسبه من حله، وإن أنفقه أنفقه في محله بحسب ما أذن الله. وهذا الذي يفيده قول الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة ماله، يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنفاق وجه الإنسان إلى الإنفاق الصحيح في هذه الآيات الكريمة، ودعي إلى هذا الإنفاق. والاكتساب حذر من الكسب الحرام في معرض الحديث عن الربا والتحذير منه وبيان مغبته السيئة في الدنيا وفي الآخرة، مع بيان نوع من أنواع المعاملات المالية المحللة التي تكون بين الناس، وهي التداين وما يتبع ذلك من الاستيثاق والرهن. فذلك كله إنما يوضح لنا مبدأ الإسلام في المال، فالمال الذي بيد الإنسان إنما هو مال الله تبارك وتعالى، والعبد إنما هو مؤتمن عليه ومستخلف فيه، فهو مسؤول عنه، ليس له أن يكتسبه إلا من وجهه الشرعي، وليس له أن ينفقه أيضا إلا في وجهه الشرعي، مع الحظ على الإنفاق في هذا الوجه الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق فيه.
ومع بيان أن الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم على هذا الإنسان آتاه هذا المال ومكنه من الانتفاع به فيما يعود بالمصلحة عليه وفيما يعود أيضا بالمصلحة على بني جنسه، ثم بجانب ذلك مع هذا كله يضاعف له الأجور بإنفاقه فيما أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق فيه، مع أن هذا الإنفاق نفسه يعود بالمصلحة على هذا الإنسان فرداً وجنساً، ويعود عليه بالمصلحة في الدنيا وفي الآخرة. فمن المعلوم أن الإنفاق كما ذكرنا أكثر من مرة يهذب النفس الإنسانية فيرقق شعورها ويرهف أحاسيسها ويجعل هذا الإنسان يستعلي على الشهوة الجامحة، الشهوة المالية التي إن امتلكت نفسه كانت داء أضالا يتعذر استئصاله ويصعب علاجه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الإنفاق ترويضا لهذه النفس على الخير وتعويدا لها على أن يكون الإنسان لا يحس فقط بأحاسيس نفسه مع عدم إهماله الإحساس بأحاسيس الآخرين، فعليه أن يتألم لآلام غيره وأن يسر لسرورهم، فمن أجل ذلك يشركهم فيما آتاه الله تبارك وتعالى من خير وفيما بسط الله تعالى له من رزق. هذا كله مما هو واضح ومعلوم، وبهذا يحصل الانسجام بين هذا المنفق للمال وبين بني جنسه، وفي ذلك مصلحته كما أن في ذلك أيضاً مصلحة بني جنسه، لأن إنفاق المال في سبل الخير يعود بالمصلحة على الأمة كلها، وعندما تكون الأمة متعاونة في هذا الإنفاق وذلك بإقامة المشروعات الخيرية وبناء المؤسسات النافعة التي تؤود بالمصلحة على الأمة تكون هذه الأمة أمة عزيزة، أمة مترابطة قوية، لأن أواصرها مشدود بعضها إلى بعض، فلذلك تظهر بين الأمم أمة قوية، أمة متمكنة من أمورها، بخلاف ما إذا أهملت ذلك. والتعاون هو مقلبة لهذا الخير كله، فإن الشيء اليسير عندما يصدر من الجم الغفير يكون خيره خيراً عاماً، فكل إنسان يشارك فيه بقدر مستطاعه، ثم باجتماع ذلك كله يكون هذا النفع نفعاً عظيماً، نفعاً عاماً. ومثل ذلك ما يشاهد الإنسان من هذه السيول الجارفة التي تغمر الأرض ويحيي بها الله تعالى الأرض بعد موتها، هذه السيول إنما تتكون من هذه القطرات التي تنزل، وكل قطرة هي بنفسها شيء يسير، ولكن باجتماع هذه القطرات تكون هذه السيول الجارفة. فهكذا النفقات عندما يكون تعاون اجتماعي فيما بين الناس وينفق كل أحد بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى تكون المنفعة منفعة عظيمة تعود على الأمة بأسرها. ومن شأن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن يضرب الأمثال لعباده تقريبا للمعقول حتى يكون في صورة محسوس، لأن النفس كما قلنا أكثر من مرة هي آلف للمحسوس، وعندما تعمق المفاهيم في النفس البشرية تعمق بحسب مألوفاتها، فلذلك ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل.
فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقد سبق بيان المثل فيما تقدم، والإنفاق في سبيل الله على القول الصحيح الراجح يشمل الإنفاق في وجوه البر بأسرها، فيدخل في ذلك الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل صد عدوان أعداء الله الكافرين على عباده المؤمنين، ومن أجل رفع الظلم عن النفوس، ويدخل في ذلك أيضاً كل عمل من أعمال البر. فالإنفاق في الحج هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات التعليمية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات الصحية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على ذوي القربى هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في أدق الرقاب وفك الأسرى هو أيضاً إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتهيئة وسائل الدعوة وبعث الدعاة إلى الناس ليرشدوهم إلى الحق وليبصروهم حقيقة الدين هو إنفاق في سبيل الله. وكل منفعة تعود على الأمة كأمة أو تعود عليها كأفراد، كل إنفاق من نحو هذا هو مما يدخل في سبيل الله. فقوله في سبيل الله لا ينحصر، لأن الذي ينفق في هذه الوجوه مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وحب التقرب إليه عز وجل، لا ريب أنه ينفق لأجل التوصل إلى تحقيق دين الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، وذلك كله مما يدخل في سبيل الله. وهنالك طائفة من المفسرين حصرت سبيل الله هنا في الجهاد وحده، ولعل هؤلاء يستدلون بحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق في سبيل الله فله 700 ضعف، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة 10 أمثالها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين الإنفاق في سبيل الله وبين الإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل وإماطة الأذى وعيادة المريض، بحيث جعل الحسنة هنا 10 أمثالها، وجعل الحسنة في الإنفاق في سبيل الله 700 ضعف. والجواب أنه لا ريب أن في كل ذلك حسنة، ولكن قد يراعى الفرق بين إماطة الأذى الذي يجلب الإنسان به مصلحة لنفسه، مصلحة متعينة عندما يميط الأذى من الطريق فإنما ينفع نفسه أولاً، وكذلك عندما ينفق على نفسه أو ينفق على أهله إنما في كل ذلك يحقق منفعة، فتكون منفعته متقدمة في ذلك. فلعله لأجل ذلك جاء هذا الفرق في هذا الحديث، على أن هناك من الأحاديث ما يدل
على أن كل حسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن عملها ضاعفها الله تعالى له 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى الأضعاف الكثيرة. فالحديث يدل على أن أي حسنة من الحسنات قد تتضاعف أجورها، فتصل هذه الأجور قد تكون 10 أضعاف، وقد تكون 700 ضعف، وقد تتجاوز ذلك إلى الأضعاف الكثيرة التي تشير إليها الآية الكريمة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها تضاعف أجورها، على أن سبيل الله كما قلنا تدخل فيه المصالح العامة المتعددة. عندما يقيم الإنسان مؤسسة خيرية أو يبني مسجداً أو يعمل أي شيء من هذا القبيل، لا ريب أن ذلك مع إخلاص النية لله عز وجل مما يدخل في سبيل الله. ولئن كان ذلك مما يدخل في سبيل الله فإنه مما يدخل في احتمال أن يضاعفه الله تعالى له مع إخلاص، وبقدر هذا الإخلاص أضعافا كثيرة تصل إلى 700 ضعف، وقد تتجاوز هذا الحد إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. على أن الصدقة جاء في الحديث ما يدل على أنها تضاعف أضعافا كثيرة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسأل إلى الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه ورباها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فالتمرة أو عدل تمرة، جزء من التمرة يتصدق به الإنسان بإخلاص نية، وهو من مكسب حلال ليست فيه حرمة ولا شبهة، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيباً. هذا الجزء من التمرة يربيه الله تبارك وتعالى ويضاعفه لصاحبه حتى يكون كمثل الجبل. فأين هذه الأضعاف الكثيرة؟ أين الجزء من التمرة وأين الجبل؟ ذلك مما يؤكد أن النفقات الخيرة تدخل في هذا الوعد العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. وإن العبرة في ذلك بأمرين اثنين: أولهما أن يكون الإنسان مخلصاً لوجهه الكريم، لوجه الله عز وجل، بحيث لا يريد إلا وجه الله تعالى في هذا الإنفاق. والأمر الثاني أن يكون هذا الإنفاق من الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فلا يسأل إليه إلا ما كان طيبا. مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 261 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي،
المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.